ثمانية عقود من العلاقات الاستراتيجية المشتركة متجذرة تاريخياً، تحكمها أهداف ومحددات ثابتة. فالعلاقات بين الدول ليست علاقات ثابتة، بل قابلة للتغير بفعل عوامل كثيرة تتعلق بالمصالح والتحولات في خارطة التفاعلات وموازين القوى الإقليمية والدولية. العلاقات بين السعودية وأمريكا تنطبق عليها هذه القواعد، تتسم بالتفرد في العلاقات، يقول مراقبون. فالولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الأحادية، والسعودية بالمقابل تعتبر الدولة المحورية والإقليمية والعالمية المؤثرة في قرارها النفطي. علاقات بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وعاصرها 7 ملوك في المملكة، صداقة وصفت دائما بأنها غير قابلة للكسر. أما عن حزبي الرؤساء المعاصرين للعلاقة التاريخية، فقد تناصف الجمهوريون والديمقراطيون العدد بـ7 لكلا الحزبين، حتى أتى بايدن وأصبح 8 الديمقراطيين. واجتازت الشراكة السعودية الأمريكية العديد من العواصف على مدى عقود، فجمعتهما مشتركات عدة، أهمها الحرص على الأمن الإقليمي والعالمي، والتزام البلدين بتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، والنمو الاقتصادي لصالح شعبيهما، أكبر دليل على عمق العلاقة بينهما. وتتجه العلاقات السعودية الأمريكية إلى تصحيح بوصلتها باتجاه تجديد عهود الشراكة بما يخدم مصالح البلدين، خصوصا بعد أن اتضحت الرؤية بجلاء لساكن البيت الأبيض بأنه لا غنى عن الرياض.